حيث وعد عمان يقوم المحتل ومجموعات المسلحة الإرهابية بانتهاكات وجرائم مستمرة بالتالي إنسانية بكل الأساليب الوحشية على كل مسارات معنية مخالفة ذلك كل مواثيق الدولية والقانون الدولي والحقوق الإنسان. وحيث قبل العام قامت دولة تركيا بشن عمليات عسكرية مدعومة بالمجموعات المسلحة الإرهابية وعلى أثرها احتلت مدينتي سريكانية وليسكي. عمان هو أكثر على غزو مدينة سريكانية واحتلالها من قبل جيش الاحتلال التركي والفصائل المسلحة التابعة لها وارتكاب أفضل جرائم بحق المدنيين من الكرد وعرب وغيرهم من مكونات المنطقة. طبعا الضوء الأخضر الذي منحته الدول ذات السيادة والتي ترى نفسها ذات سيادة وداعمة للدولة أو للإدارة الذاتية، الضوء الأخضر الذي منحته للنظام التركي وما منحه النظام التركي لمرتزقته بإبادة أهالي سريكانية بارتكاب ما يحلو لهم من جرائم بهدف الترهيب والتضييق وتهجير السكان الأصليين، فأن قائمة هذه الجرائم تطول لتشمل القتل والخطف والتعذيب والترهيب والاغتصاب بما فيها سريكانية. التوصيف القانوني لهذا أستاذ، اليوم عملنا ندوة حوارية بوجود الحقوقيين والمحاميين والقانونيين لحتى نثبت وجود مهجرين رأس العين في مخيم واشوكاني لحتى نوصل صوتنا لجميع الجهات المعنية والمنظمات في الداخل وفي الخارج، أو حتى نسلط الضوء على وجود المهجرين قصرا في مخيم واشوكاني. الندوة تتضمن مناقشات واقتراحات وإثباتات للاحتلال التركي في داخل سريكانية. في عنا 4 مذكرات احتجاجية وصلناها للتحالف الوزارة الخارجية الأمريكية والوزارة الخارجية الروسية لحتى نثبت الاحتلال التركي في سريكانية. ناقشنا في الندوة اليوم الرفاق القانونيين والمحاميين، عنا إثباتات وجود الاحتلال التركي وفي نتائج إن شاء الله قريبة رح نعلن عنها مساعدة اللجنة. تم التأكيد على أن قضيتنا تعبر عن حقوق أصيلة غير قابلة للتصرف وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وحق العودة الآمنة، كذلك نقل معاناة ومآسي المهجرين والوضع البائس إلى الرأي العام العالمي والمحافل الدولية.